وليد سليمان احنا كنا طرحين طبعا بحساب النهارده في اخر كل شهر بنقول نجم الناس ومين نجم الشهر من وجهه نظركم. من خلال اربع مباريات خاضها الاهلي الشهر ده، 2 سبتمبر كانت مباراه الانتاج الحربي لو تتذكروا بالتاكيد، وبعدين ثم مباراتين، مباراه حريه الغيني ذهابا وايابا ومباراه النجم اللبناني. مين كان نجم الشهر من وجهه نظر الناس اللي متابعانا وبتشوفنا في قناه الاهلي وعبر الفيسبوك بتاعنا قناه الاهلي، صفحه قناه الاهلي؟ وليد سليمان ولا وليد ازارو ولا علي معلول؟ كل انا اسف النهارده ما قدرتش اقرا كتير، لكن او ما قريتش خالص، لكن الناس كلها رايحه لوليد سليمان. ليه وليد سليمان؟ من خلال ارقامه. اتفضل كمل. خطف الانظار الحقيقه دي ارقامه، دي ارقامه يا كابتن. اتفضل. يعني الحقيقه هو خطف الحكايه بفعل. خطف الحكايه ان هو يعني بيديني امان حتى عندما بيقود هجمه. شايف الملعب كويس قوي، عنده حريه التصرف في الكوره زي ما هو عايز. رجعت له ثقه كانت رايحه منه من قبل كاس العالم، وكان في كلام على وليد يروح كاس العالم. كابتن شريف يستحق يروح كان يستحق ان هو الحقيقه ان يكون على الاقل البديل اللي يفيد منتخب مصر ايامها، حتى لو ما كانش عايز يبتدي بيه، فكان يستحق من ايام كاس العالم اللي فات ان يكون هذا اللاعب موجود يحمل شارط مصر في كاس العالم. هو دلوقتي الثقه اللي رجعت له دي الحقيقه في غياب لعيبه كبيره قوي كابتن ابراهيم جنبه وهو متعود عليهم من السنه اللي فاتت، لا هو النهارده شايل غيابات كتير قوي. اجاييه مش موجود، راجل شايل غيابات اجاييه الحقيقه.